في ظل المفاوضات الجارية بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وترقب للشارع الكردي لسير هذه المفاوضات، تفاجأ الوسط السياسي الكردي بالإعلان عن جبهة السلام والحرية في مؤتمر صحفي لم يسمع فيه صوت الحضور حتى لأسباب تقنية بمدينة قامشلو. المجلس يؤكد في تصريحاته بأن الجبهة لاقت ترحيبا أمريكيا وفرنسيا ودوليا، وبأنها خطوة ستصب في معالجة أزمات شرق الفرات، وأيضا ستساعد في إيجاد الحلول السياسية. هذا من جانب. من جانب آخر، المفاوضات مستمرة بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية برعاية أمريكية وسط ترقب الشارع الكردي، ولكن ملفات عديدة تعيق سيرها وتوصف بالمعقدة، وأبرزها عودة البيشمركة وملف المعتقلين والمحتجزين لدى الإدارة الذاتية التي يطالب المجلس بالكشف عن مصيرهم. وثالثا والأهم هو بأن المجلس يطالب بفصل حزب العمال الكردستاني عن حزب الاتحاد الديمقراطي وغيرها من الملفات المعقدة، لكن الأيام القادمة ستكون كفيلة في حال إنجاح المشروع الكردي في المنطقة برعاية الأمريكيين. ماذا عن الدولة التركية الجارة التي تسجل عدم رضاها عن جميع القضايا التي تتعلق بالكرد في سوريا؟ فتارة تعبر عن سخطها وغضبها وقلقها للمفاوضات الكردية، وتارة تنتقد أمريكا علنا لإدارة هذا التفاوض، وآخرها عبرت عن عدم رضاها عن اتفاقية النفط الموقع بين قوى سوريا الديمقراطية وأمريكا. ولكن يبقى السؤال، هل تستطيع أمريكا إقناع تركيا بالخروج من المدن الكردية وتسحب فصائلها التي تمارس كل أنواع الضغوط على المدنيين العزل؟ ماذا عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وعودة المجلس الوطني الكردي إلى حضور اجتماعات الهيئة؟ وماذا حل بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين لعودة نازحي رأس العين ووضع حد لممارسات الفصائل العسكرية هناك؟ وهل لازال المجلس يبرر بأن الخيط الذي بيننا وبين الائتلاف يجب أن يتم الحفاظ عليه؟ أبرز المدن الكردية السورية يعيش سكانها تحت خط الفقر الاقتصادي، تحت ظل العقوبات الأمريكية على الحكومة السورية. ماذا بوسع المجلس الوطني الكردي أن يقدم من خطوات عملية لتخفيف العبء على المواطنين هناك؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد أطل عليكم أنا زوزان سعدون في حلقة جديدة من برنامج حوار خاص مع الأستاذ محمد إسماعيل، عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي في سوريا، وأناقش معه عدة قضايا وملفات حول شرق الفرات. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، هل تسمعني؟ نعم، تفضلي. نعم، سأبدأ معك أستاذ محمد من الملف الأبرز والأول لمحور نقاشنا لهذه الليلة، وهو جبهة الحرية والسلام التي أعلن عنها مؤخرا في مدينة قامشلو. هنا سؤالي يحمل شقين. الشق الأول، مؤتمر هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه من أجل إعلان جبهة الحرية والسلام في مدينة قامشلو، ما المشاريع التي ستقدمها سياسيا والخطط العملية على أرض الواقع في شرق الفرات؟ بمعنى آخر، ما الغاية المرجوة أيضا من تأسيسه؟ الشق الثاني من السؤال، المجلس الوطني الكردي كان ينتقد حزب الاتحاد الديمقراطي بمصطلحاته التي كان يستخدمها مثل الأمة الديمقراطية وغيرها من المصطلحات التي لا تحمل كلمة الكردية، وأنتم اليوم أيضا تعنونون جبهة الحرية والسلام بكلمة خالية من الكردية، كيف تعلق على ذلك؟ تفضل. شكرا، تحياتي لكم. أهلا بك. الحقيقة الإعلان في يوم 28/7/2020 عن الجبهة السلام والحرية من قبل المجلس الوطني الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية وتيار الغد السوري مع المجلس العربي في الجزيرة والفرات، إعلان الجبهة هي بمثابة الجبهة، مؤكدنا فيها أنها ليست موجهة ضد أي اتجاه معارض،
ولا بديل ولا منافس لأحد، إنما مكمل لعمل المعارضة الوطنية السورية، وهي خطوة من أجل تعزيز الخطاب المعارض من أجل الحفاظ على خصوصية المكونات الموجودة في سوريا. موضوع الخصوصيات المكونات والجبهة هي منفتحة على الجميع، على جميع أطر المعارضة وعلى جميع الأطراف الدولية المؤثرة في هذه المسألة السورية. وكذلك حقيقة لقت وقعا إيجابيا وجيدا على أسماع كافة أبناء المنطقة، بالإضافة إلى القوى الوطنية المعارضة وإلى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي عموما. فالصدى الإيجابي فاق تصورنا أيضا عن الذي لاقته وإعلان جبهة السلام والحرية في الأوساط السياسية المعارضة، وبالأخص المعارضة في سوريا، من لأن الأطراف المكونة لهذه الجبهة هم أطراف وطنية سورية لها باع طويل في النضال ولها رؤى سياسية واضحة، وهي بشكل أو بآخر جزء من المعارضة الوطنية السورية. فالمجلس الوطني الكردي والمنظمة الأثورية موجودان في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وكذلك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، وأيضا في منخرطين في مجمل العملية السياسية في سوريا، أستاذ محمد. إضافة إلى تيار الغد ومجلس العشائر الموجودين في منصة القاهرة. نعم، هذا يقودني إلى سؤال آخر. نعم، أنتم في المجلس الوطني الكردي جزء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وأيضا جزء من مؤتمر المعارضة رياض 2، وكذلك جزء من كتابة الدستور في هيئته، وأنتم اليوم شريك أساسي في جبهة السلام والحرية، وكذلك تفاوضون أحزاب الوحدة الوطنية من أجل الحكم في شرق الفرات. كيف تستطيعون العمل في ظل هذه التشكيلات والهيئات الخاصة بالمعارضة؟ حقيقة نعمل إلى جانب كل أطراف المعارضة الوطنية السورية، ولنا خطاب وموقف سياسي موحد، رؤيتنا واضحة تجاه مطالب الشعب الكردي وخصوصية المكونات الموجودة في سوريا، ومن أجل رؤيتنا لمستقبل سوريا كيف نراها مستقبل سوريا، إضافة إلى موقعنا إلى جانب المعارضة الوطنية، وجهودنا كلها تنصب في مجرى المعارضة الوطنية السورية. هذا العمل المشترك مع المعارضة ومع القوى الدولية عموما والمجتمع الدولي المنسجمة في قرار مجلس قرار الأمم 2254 من أجل حل المعضلة السورية. أما في المنطقة التي نتواجد فيها، منطقة شرق الفرات، فإن هذه القوى لها عمق اجتماعي وجماهيري في هذه المنطقة، وبالتالي تفهم خصوصية بعضها البعض وتقدر خصوصيات المشتركة بيناتهما، وهناك قواسم ومشتركات عديدة وكثيرة بين هذه القوى المؤتلفة في الجبهة التحرير، جبهة السلام والحرية. سأختم معك هذا المحور. نعم، سأختم معك هذا المحور. توقف معظم المسارات محمد في العملية السورية. نعم، سأختم هذا المحور بسؤال. توقف معظم المسارات في العملية التفاوضية، الجبهة هي الخطوة الأساسية وخطوة صحيحة. نعم، في هذا الاتجاه. نعم، سأتحدث عن دور الرئيس مسعود البرزاني من تأسيس هذه الجبهة، وخاصة حسب المعلومات بأنه كان داعم للأطراف السياسية المتواجدة في هذه الجبهة بحكم دوره الريادي وعلاقاته الإيجابية والمساعي الدائمة من أجل الكرد في سوريا. ما هو دوره؟ حقيقة السيد الرئيس فخامة الرئيس مسعود البرزاني يعني يؤيد كل جهد من أجل خدمة شعوب المنطقة وخدمة مكونات المنطقة، ويقدر خصوصيات المنطقة وخاصة المكونات التي عانت طويلا من الاستبدادية والدكتاتورية. فهو سيادته يؤيد منذ بداية الثورة السورية، يؤيد العلاقة الإيجابية بين مختلف المكونات الموجودة، ويعزز قيمها، ويحاول منع الإشكالات ضمن المكونات الموجودة في الساحة السورية. فهذه الخطوة أعتقد أنها تلقى بترحيب وتأييد من فخامة الرئيس مسعود برزاني والأخوة في أقليم كردستان وعموم الدول، حتى الموجود الأطراف المؤثرة في الساحة واللي يهمها مصلحة الشعب السوري ومستقبل أبناء الشعب السوري. كل من يهمه مستقبل أبناء الشعب السوري سوف
يؤيد هذه الخطوة لأنها هي خطوة إيجابية وتنسيق رؤية وطنية واضحة تجل تصب في مصلحة مكونات المنطقة نعم. وتعزيز القيم نعم. دعني أنتقل معك إلى محور آخر وهو المفاوضات الجارية بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية هناك، لكن هناك عوائق تعيق سير هذه المفاوضات وتوصف بالمعقدة ربما بعض الأحيان، مثل عودة البيشمركة وملف المعتقلين، وأيضا هناك في التعليم والخدمة الإلزامية، والنقطة الأهم هو مطالبتكم ربما لفصل حزب الاتحاد الديمقراطي عن العمال الكردستاني. هذه القضايا كلها كيف ستعالجونها وتناقشونها في الأيام المقبلة، وخاصة أن الشارع الكردي والمهتمين والإعلام يترقب هذه الخطوة، وخاصة أنهم متعطشون الأهالي في شرق الفرات للوصول إلى خطوة عملية على أرض الواقع في المستقبل القريب. الحقيقة كما تفضلت المفاوضات هي ليست بسهلة، خاصة الطرفين المجلس الوطني الكردي والأحزاب البيانكا، كل واحد متواجد في جهة، ومن حيث الموقع ومن حيث العلاقات ومن حيث الرؤية السياسية ومن حيث مجمل المواقف. الحقيقة وهناك من 2014 إلى الآن حدثت بون فراغ شاسع بين الطرفين. هي المفاوضات ليست بالأمر السهل، لكن نحن الطرفين نحن بحاجة إلى إنجاز ما يطمئن أبناء شعبنا، ونحن الطرفين بحاجة إلى هذا الاتفاق. والمجلس الوطني الكردي من طرفه حقيقة نحن جديون من أجل إنجاز اتفاق يرضي أبناء شعبنا ويحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة لدى أبناء شعبنا، وخاصة توحيد الموقف الكردي وتوحيد البيت الكردي بالنسبة لأبناء الشعب الكردي ومستقبل قضيتنا هي جدا مهمة. نعم، في إطار المفاوضات هناك فرصة تاريخية بوجود أطراف دولية مؤثرة. نعم، في إطار المفاوضات فرصة تاريخية بوجود طرف دولي مؤثر وهو الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب المعلومات كان اليوم لدى وفدكم المجلس الوطني الكردي لقاء مع شخصيات أمريكية، لو تطلعنا على قليل على تفاصيل الاجتماع والمستجدات التي حصلت هناك. الحقيقة اليوم كان لقاء بين وفد من جبهة السلام والحرية والإدارة ووزارة ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية في المنطقة، بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية كانوا قد دعونا من أجل اللقاء، من أجل بحث مستجدات إعلان الجبهة السلام والحرية، فاستعرضنا رؤية الجبهة وتوجهها السياسي وموقعها وعلاقاتها، وشكرنا الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها، وهي الدولة الأولى التي تستقبل وفد من بعد إعلان الجبهة، جبهة السلام والحرية، تستقبل وفد من جبهة السلام والحرية وتبحث معه القضايا، مجمل القضايا في العملية السياسية السورية والتي تهم المعارضة الوطنية السورية، وكذلك توجهات جبهة السلام والحرية، توجهاتها وأفاقها وعملها وبرنامج وخططها ورؤيتها السياسية. الحقيقة كان لقاء إيجابيا بدرجة ممتازة جدا بين الطرفين، بكل وضوح وشفافية ناقشنا في العديد في معظم المسائل التي تهم المنطقة وتهم أبناء شعبنا، وكذلك تهم المكونات المنطقة عموما ووجود الوجود الأمريكي في هذه المنطقة. نعم، سأنتقل معك إلى جانب آخر. أمريكا قبل أيام وقعت عقد مع قوات سوريا الديمقراطية، عقود نفطية هنا أقصد. أنتم في المجلس الوطني الكردي كيف تنظرون إلى بنود هذه الاتفاقية، أو هل كنتم إذا صح التعبير مطلعين على بنود هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة 25 عاما لصالح أمريكا، وما موقفكم من هكذا مشاريع؟ الحقيقة الاتفاق النفطي بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوات قسد، وأيضا هذا بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية وخاصة الإقليمية وخاصة إقليم كردستان، فهناك تنسيق عام، وهذا تعزيز للوجود الأمريكي في هذه المنطقة. وهذه الخطوة تعزيز الأمور الوجود الأمريكي هي ليس يعني موضع قلق لدى أبناء شعبنا في هذه المنطقة، وخاصة في ظل الأجواء الغير مستقرة في سوريا، ومن أجل دفع السوريين عموما من أجل إنجاز العملية السياسية في سوريا
ووفق القرار الأممي 2254 من أجل مشاريع تنمية في المنطقة ودعم استقرار المنطقة لكي يعني يخفف العقوبات على أبناء الشعب السوري عموما. باعتقادنا تندرج في هذا الإطار، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تظهر صداقتها أو استمرارية وجودها في هذه المنطقة وعلاقاتها مع مكونات المنطقة. نعم، لنتحدث قليلا عن دور الدولة التركية الجارة وامتعاضها من المفاوضات التي تجري بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، وأيضا أبدت عدم رضاها من الاتفاقية التي وقعت بين قوى سوريا الديمقراطية وأمريكا الاتفاقية النفطية. أنتم كيف تقيمون موقف تركيا من الكرد في سوريا هناك؟ الحقيقة تركيا دولة مؤثرة على الساحة السورية، ونحن بالنسبة للحوار الكردي لا يهدف إلى زعزعة استقرار في المنطقة، ولا يهدف إلى تدخل في شؤون أي دول من الدول الجوار أو دول المنطقة، ومن أجل بالعكس هي عامل لما يسعى هذا الحوار إلى خلق نوع من الاستقرار في هذه المنطقة بمشاركة الحلفاء. فخلق الاستقرار هو ينعكس إيجابيا على كافة المحيط المجاور لنا بما فيها تركيا الجارة، وهي ليس موجهة ضد تركيا وليس تدخلا في شؤون تركيا. وأعتقد إذا تم الإنجاز الاتفاق، خاصة الإنجاز الاتفاق، يجب أن لا يتوجس منه لا الإخوة والرفاق في المعارضة الوطنية السورية وكذلك دول الجوار أيضا. نعم، منذ أشهر أستاذ محمد وقعتم اتفاقا مع المعارضة أو القوى الثورة والمعارضة ينص بنوده على تأمين عودة النازحين من أهالي رأس العين إلى مدنهم ومناطقهم، لكن بنود هذه الاتفاقية لم توقع. ما السبب برأيك لعدم تنفيذها؟ وهل أنتم ما زلتم تراهنون على علاقتكم مع الائتلاف؟ الحقيقة الوضع هنا صحيح، عقدنا شكلنا لجنة من أجل عودة رفع يعني إنهاء الانتهاكات ورصد الانتهاكات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. فاللجنة تتحرك ببطء لأن هناك أكثر من عامل مؤثر في المنطقة، ففي مناطق عفرين ورأس العين وسريكانية جريسبي وسريكانية، هذه المناطق تخضع إلى مسائل، هناك الائتلاف الوطني وهناك الحكومة المؤقتة وهناك الفصائل وهناك الحكومة التركية، وبالتالي لا يوجد انسجام كامل يبدو بين كل هذه الأطراف. فالمجلس الوطني الكردي والائتلاف شكلنا لجنة من أجل رصد أولا أقرار بأن هناك انتهاكات، ثانيا توثيق هذه الانتهاكات، ثالثا محاولة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. فبالنسبة للرصد نرصد سويا الانتهاكات، وموضوع التوثيق نحاول توثيقها وتأمينها بالأرقام وبالأدلة أيضا. أما إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو إعادة المهجرين، عم تتم هذه الأعمال ببطء. هناك حالات شبه إلى حد ما فردية أو بسيطة، يعني تراكتور زراعي يعاد إلى صاحبه أو بيكاب أو مسألة قطعة أرض، ولكن ليس لحد الآن ليس كما نريد. فإننا نسعى إلى أن نحل هذه الإشكاليات بشكل كبير وخلال من خلال تواصلنا مع المعارضة، إضافة إلى ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول المؤثرة في هذه المنطقة حتى بما فيها روسيا. نحاول أن إعادة الأوضاع وإعادة المهاجرين وإخراج الفصائل المسلحة من القرى والبلدات. فالآن تم الإقرار من قبل الائتلاف أيضا والحكومة الائتلاف، ومن قبل تهديدات، من قبل ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج الفصائل من القرى والبلدات. يمكن أن يخفف هذه المعاناة على الناس، لكن نتحرك بتدريج في هذه النقطة. خطواتنا ليست هي كبيرة كما يجب، لكن نسعى وبكل جهد ومع كامل جميع الأطراف من أجل. وماذا عن مدينة عفرين؟ نعم، وماذا عن مدينة عفرين التي تشهد خرابا وأيضا متمثلة بتفجيرات يومية وحرق محاصيل واختطاف المدنيين وإعادتهم مقابل دفع فدى نقدية؟
أنتم ماذا تستطيعون أن تقدمون لمدينة عفرين ولأهلها لإنقاذهم من بطش الفصائل التي متحالفة أو المدعومة من حلفائكم وشركائكم في الائتلاف؟ أيضا عفرين كما هي سريكانية كما هي جريسبي، عملية عن رصد الانتهاكات وتوثيق الانتهاكات ومحاولة إعادة الأوضاع وإخراج الفصائل من القرى والبلدات مستمرة في المناطق الثلاث. يعني نسعى من خلال تنسيق مع الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أيضا من أجل تخفيف عن معاناة شعبنا في هذه المناطق. حقيقة الوضع صعب بعفرين، نقدر ذلك ونقدر انه مؤسسات ابناء شعبنا في عفرين في هذه المرحله، ولكن المجلس الوطني لم يكن سببا في ذلك، ولكن نسعى جادين بكل ما نملك بكل علاقاتنا وبكل جهودنا من اجل تخفيف الاعباء عن ابناء شعبنا خاصه، وان سوريا جميعها معظم مناطق سوريا هي عانت من الظروف الصعبه والضيقه، ومدينه عفرين حقيقه واهلها نحن متضامنون معهم بكل بالسراء والضراء، ولكن نعمل بكل جهدنا مع كافه الاطراف من اجل تخفيف الاعباء عليهم. نعم، في تعليق اخير وكلمه اخيره منك حول التفجيرات التي حدثت مؤخرا في مدينه بيروت، كيف تعلقون عليها والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين؟ شكرا. حقيقة مسألة بيروت هي مأساة حقيقية، بيروت لا تستاهل إلا كل الخير، بيروت هي مدينة السلام والوئام والحرية والإعلام، منبر للثقافة، منبر لملتقى الحضارات، بيروت يعني تعرضت إلى أسوأ كارثة إنسانية في هذه المنطقة نتيجة، لكن المؤشرات يعني هي هي كأنها عمل إرهابي فظيع ضد سكان بيروت وأهل بيروت وممتلكات بيروت، لكن هو سوء استخدام وإهمال من الحكومة مع الأسف الحكومة اللبنانية بتخزين سيء للمواد المتفجرة وأدت بكارثة، ونحن نتضامن وكل أبناء شعبنا متضامنين تماما مع أهالي بيروت في معاناتهم وفي محنتهم التي هي حقيقة مأساة في هذه المرحلة. عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي الأستاذ محمد إسماعيل، أشكرك جزيل الشكر على انضمامك معنا، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بردو عربية، تقبلوا تحياتي.